السلام عليكم خوتي عزيزين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم دائما مزيانه، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم جيتكم بلاصوص طوماط ديال البيتزا اللي كتحضر في 10 دقائق بواحد الطريقه سهله ان شاء الله سهله. كنتمنى تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر وفرجه ممتعه، وتحياتي من اسبانيا. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاج ثلاثه الحبات ديال الطماطم يكونوا مطحونين، معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه، شويه الملح، شويه البزار، معلقه كبيره ديال السكر او الكيتشوب اللي بغيتو، شويه الثومه والزعتر. هذا الشكل، هذا الاوريغانو الايطالي. ما كانش عندكم هذا الاوريغانو هذا، يمكن لكم ديروا الزعتر اللي موجود في المغرب، وزيت العود، زيت زيتون. كناخذوا مقله او اللي متوفر عندكم ولا كاسرونه، كنديروا فيها زيت العود، زيت زيتون، وكنضيفوا الطماطم المركزه. هذه العمليه هذه كتسهل باش كنحيدوا لاسيد اللي في الطماطم المركزه، باش كاع ما كتجينا حامضه بزاف. من بعد ما كنشحروا الطماطم المركزه، كنزيدوا المطيشه اللي مطحونه، وبعد ذلك كنزيدوا التوابل كلها مع السكر، وكنخليو داكشي كيطيب. من بعد 10 دقائق كتولي لاصوص طوماط ديالنا ديال البيتزا كتصبح جاهزه، وكتجي اكثر من رائعه. جربوها وما غتندموش عليها ان شاء الله. هذه هي الوصفه المعتمده بالنسبه لي انا، ملي كنصايب البيتزا وحتى ملي كنصايب لي بات، هذه هي الصلصه المعتمده عندي. وكانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وكنت خفيف ظريف على القلوب ديالكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. خليتكم على خير احبائي، الى الفيديو القادم، بسم الله عليكم.